لو دايما حاسه ان جسمك معبي ميه، مقاساتك وشكل جسمك اضخم بكتير من وزنك على الميزان، وحتى ده بيبان في الامبادي، منطقه البطن دايما عندك منتفخه او اكبر عموما من حجم بقيه جسمك، ومع كل ده ممكن يبقى ضغطك عالي مثلا او بتعاني من الام في المفاصل. لو دي الحاله فممكن جدا جدا تكون بتعاني من مشكله احتباس السوائل. احتباس السوائل مشكله بتواجه ناس كتير جدا، احيانا بيكون ليها اسباب مرضيه، لكن في معظم الاحيان هي مشكله مرتبطه بنمط حياه غير صحي وحلها بسيط، لكن اهمالها مع الوقت ممكن يبتدي يسبب مشاكل. فتعالوا نعرف ايه الاسباب، نحلها ازاي بحاجات موجوده ومتوفره وغير مكلفه، واقول لكم كمان على وصفه منزليه رائعه للتخلص من السوائل المحبوسه. بس ما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقه، سبسكرايب للقناه لو انت اول مره تشوفوني، ويلا بينا نبتدي. انا ده حرفوش، دي قناه والبيه. احتباس السوائل باختصار شديد هو عدم قدره الجسم على التخلص من السوائل الزياده بالشكل المطلوب، وده موضوع سهل جدا ملاحظته بالعين المجرده. عاده الشخص اللي بيعاني من احتباس السوائل بيكون اجزاء كتير في جسمه منتفخه، زي مثلا الوجه او منطقه حوالين العين بالتحديد، الاطراف زي الايدين والرجلين، ومنطقه البطن. دي اكتر مناطق بيظهر فيها احتباس السوائل. طبعا احتباس السوائل درجات، عند بعض الناس ممكن يوصل لان لما يضغط مثلا على ايده او رجله مكان الضغطه يدخل لجوه ويفضل ثواني كده على نفس الوضع لحد ما يرجع تاني للوضع الطبيعي، يعني بمعنى اصح صباع يغرز لجوه، ودي طبعا علامه مش كويسه ابدا. لو انا بعاني من الاعراض دي فانا بعاني من احتباس السوائل، ولكن في اعراض تانية لو موجوده مع الحاجات اللي احنا قلناها دي، فده معناه ان احتباس السوائل عندي مشكله موجوده بقالها فتره وبدات تسبب مضاعفات. المضاعفات دي زي مثلا الام وتيبس المفاصل، زي ارتفاع الضغط والدوالي. طب هو اساسا ايه بقى اللي بيسبب الفلويد ريتينشن او مشكله احتباس سوائل في الجسم؟ الاسباب الشائعه والموجوده عند الغالبيه العظمى من الناس هي اسباب مرتبطه بنمط الحياه. زي ايه الاسباب دي؟ الاكثر شيوعا هو الافراط في اكل السكر والنشويات. تقريبا كل الناس اللي مش بيتبعوا اي نظام من الانظمه الغذائيه، نظام اكلهم بيبقى البيز بتاعه او قاعده الهرم فيه الحاجه اللي هم بيستهلكوها اكتر هي النشويات. طبعا ده غير معدل استهلاك السكر الصريح والحلويات. طيب ليه ده بيعمل كده؟ لان كل جرام نشويات الجسم بيحتفظ معاه بحوالي 2.5 جرام من الميه. السبب ده الناس اللي بتبدا تقطع السكر وتقلل النشويات بيلاحظوا نزول سريع جدا في الوزن وتغير في شكل جسمهم، خصوصا في الاسبوع الاول. في الحقيقه الوزن اللي بينزل في البدايه ده هو الميه اللي كانت محبوسه بسبب اكل النشويات بس مش اكتر. وفي نفس الوقت صعب جدا تلاقي شخص نظام حياته صحي وبيعاني من احتباس السوائل. فلو بتعاني من المشكله دي اول حاجه لازم تلقي نظر عليها هي نظامك الغذائي، والحل هيكون في اتباع اي نظام غذائي منخفض النشويات زي اللو كارب او البيليو او الكيتو دايت. وطبعا افضل نظام غذائي للتخلص من السوائل المحبوسه على الاطلاق هو الكيتوجينيك دايت، لان هو بيمنع تناول النشويات الصريحه تماما. السبب الثاني واللي هو شائع جدا برضو الجفاف. في ناس كتير عمرها ما بتشرب ميه اساسا، اصلا انا ما بحبش طعم الميه، او انا بنسى اشرب ميه، او الأسوأ من كده ما انا بشرب شاي وقهوه وعصاير بدل الميه. دي اساسا مصيبه، دي أسوأ لو احنا ما بنشربش ميه خالص. اللي هو انت لو ماسك سكينه وحالف كل يوم تغز كليتك غزتين كده ارحم من قله او عدم شرب الميه. طيب ايه علاقه ده باحتباس السوائل؟ حد ما بيشربش سوائل اصلا يحصل له احتباس سوائل ليه او ازاي؟ دي بتكون نتيجه طبيعيه لان الجسم بيميل للاحتفاظ بالشيء اللي بتحرم منه علشان يقدر يستخدمه في وقت الحاجه، علشان يقدر يحافظ على حياتك. فلو انا ما بشربش ميه الجسم هيحس بالخطر، فهيبدا يحتفظ بالميه اللي هتدخل له من اي مصدر. فمثلا هيقلل عدد مرات دخول الحمام، هيمنع التعرق. ده دي كده النتيجه الاوليه البسيطه، لكن على المدى الطويل لو القصه دي استمرت، الجفاف مع الافراط في العادات الغلط مع مثلا استهلاك المسكنات، الكلى بتبدا تتاثر ووظائفها تضعف مع الوقت. موضوع بيوصل كمان ممكن للاصابه بداء الكلى المزمن او الفشل الكلوي يعني، وده بيتحول لان هو يبقى سبب تاني خالص لاحتباس السوائل، ان الشخص يتحول لمريض كلى. السبب الثالث هو عدم توازن مستويات المعادن اللي هما الصوديوم البوتاسيوم المغنيسيوم. ارتفاع الصوديوم مع انخفاض البوتاسيوم والمغنيسيوم طبعا هيسبب احتباس السوائل. طيب ايه اللي ممكن يسبب الخلل ده؟ ان انا اكون باخد اكلات فيها ملح كتير جدا، خاصة ملح المائدة. احنا عادة في الاكل العادي مش بنقدر ناخد ملح اكتر من احتياجنا بكتير قوي، لكن لو احنا متعودين ناخد وجبات سريعة، ناخد معلبات لحوم مصنعة او مثلا نودلز زي الاندومي واشبهها، بنستخدم في اكلنا مثلا مكعبات مرق الدجاج الجاهزة، كل الحاجات دي بتحتوي على صوديوم بالهبل اكتر من قدرة الجسم على الاحتمال او الكميات اللي الجسم يقدر يتعامل معها. في نفس الوقت بقى نكون ما بناخدش بوتاسيوم ولا مغنيسيوم اصلا،
ولا من المصادر الطبيعية ولا من المكملات الغذائية. المصادر الطبيعية هي الخضروات، خاصة الخضروات الورقية، يعني نكون ما بناكلش خضار أو سلطات. المكملات زي الإلكترولايتس ومكملات المغنيسيوم. لو أنا بعمل الحاجات دي فعلا بتكرار، يعني هو ده نظامي، ده السبب في احتباس السوائل عندي. السبب الرابع هو التغيرات الهرمونية. طبعا احتباس السوائل شهير جدا في الحمل، وده بيحصل بسبب التغيرات الهرمونية العنيفة اللي بتمر بيها المرأة الحامل أثناء فترات الحمل، والموضوع ده بيختفي من تلقاء نفسه بعد مرور مراحل معينة من الحمل. كمان حتى خلال السايكل اللي بتحصل كل شهر بيكون في فترات بيرتفع فيها الاستروجين، وارتفاع الاستروجين ده بيسبب احتباس السوائل، بس ده بيستمر الأيام وبعدها الوضع خلاص بيرجع لطبيعته تاني. كل ده عادي جدا وكل ده طبيعي، لكن لما بيكون فيه خلل في مستويات هرمون زي الاستروجين بيبقى فيه هيمنة استروجين او ارتفاع استروجين طول الوقت، ده بيسبب احتباس السوائل. كمان لما بيكون فيه انخفاض في مستويات هرمون تاني اسمه البروجسترون، ده كمان ممكن يسبب احتباس السوائل، وده اساسا بيبقى احد اسباب ارتفاع الاستروجين، فهما مرتبطين ببعض قوي. كمان استخدام وسائل منع الحمل الهرمونية بتسبب احتباس السوائل، لان هي طبعا بتلعب في مستويات الهرمونات الطبيعية. فلو عندك اي اضطرابات هرمونية وعندك في نفس الوقت احتباس سوائل، العلاج هيكون في ان انت تظبطي مستويات الهرمونات الطبيعية، وهتلاقي العلاج في حلقة هيمنة الاستروجين. السبب الخامس هو الإصابة بالسكر. أمراض السكر وما قبل السكري ممكن جدا تسبب احتباس السوائل، خاصة في الأطراف السفلية في الجسم. فلو حضرتك مريض سكر مثلا وظهر عليك احتباس سوائل شديد، لازم نتابع مستويات السكر، لأن أكيد هيكون فيها مشكلة. ولو بتعاني من مقاومة الإنسولين أو في مرحلة ما قبل السكري، لازم برضو أتابع نظامي، واتكلمنا قبل كده كتير عن طرق التعامل مع السكر ومقاومة الإنسولين والنظام الغذائي المناسب. السبب السادس، ودي حاجة ملهاش علاقة بالأكل أو المشاكل الصحية، هي التوتر والضغوط النفسية. التوتر والضغط النفسي ممكن يسبب احتباس السوائل. كلنا عندنا هرمون اسمه الأنتي ديوريتيك هرمون. الهرمون ده مسؤول عن إن هو يساعد الكلى في عملية تنظيم كميات المية والملح في الجسم. لما بيفرز كتير قوي بيحصل احتباس للسوائل. في أسباب كتير بتزود إفراز الهرمون ده، زي الإصابة بالسكر، الجفاف، وارتفاع الكورتيزول اللي بيحصل مع التوتر. طبعا لنفس السبب ده الناس اللي بتاخد كورتيزون، أدوية كورتيزون، جسمها بيخزن مية وبيحصل لها زيادة وزن، لأن الكورتيزون ده هو البديل الاصطناعي لهرمون الكورتيزول الطبيعي، وتأثيراته على الجسم هي نفس تأثيرات ارتفاع هرمون الكورتيزول نفسه. في أسباب تانية موجودة لكن مش هي الأكثر شيوعا، زي مثلا أمراض الكلى زي ما قلنا. في الحالات دي الكلى ما بتكونش قادرة تقوم بوظيفتها بكفاءة. ممكن كمان مشاكل الكبد تسبب احتباس السوائل، أمراض القلب أو الجلطات. وطبعا لو أنا ما عنديش أي سبب من الأسباب الشائعة البسيطة واحتباس السوائل واضح جدا عليا ومستمر، لازم أبدأ أعمل فحوصات بشكل مبدئي على الكبد والكلى. وطبعا بقية الأعراض اللي هتكون موجودة هي اللي هتوضح المشكلة ممكن تكون فين، او اهتم ان انا اعمل فحوصات على ايه بالظبط. طيب ايه الحل بقى؟ ازاي اتخلص من احتباس السوائل بطرق طبيعية من غير ما اضطر ان انا الجأ للادوية؟ اولا لازم ابص على كل الاسباب دي واعرف ايه السبب في حالتي وابتدي اغيره، لان دي مشكلة لازم تتحل من جذرها. ان انا والله لو فضلت اخد في مدرات البول والادوية والاعشاب وكل حاجه في الدنيا، بس انا لسه بعمل نفس الحاجات اللي سببت لي المشكله، اصلا هتفضل برضو موجوده، لان الحاجات دي كلها تعتبر عوامل مساعده لكن هي مش حل نهائي او علاج هيخلصني من سبب المشكله. لو انا نظام اكلي غلط لازم اظبطه، لو انا مش بشرب ميه وسوائل كفايه لازم اهتم، لو انا عندي نقص في المعادن المهمه زي البوتاسيوم والمغنيسيوم يبقى انا لازم اهتم ان انا اخد كفايتي منهم، لو عندي مشكله هرمونيه لازم احلها، لو عندي مشكله في الكبد او في الكلى لازم على الاقل أبدأ في حلها والتعامل معها. بعد كده نتكلم بقى عن الحاجات الطبيعية اللي هتساعدنا نتخلص من السوائل المحبوسة بالفعل. أولا الخضروات الورقية، وعلى رأسهم ورق البنجر. كلنا عارفين البنجر الأحمر ده، لا مش البنجر نفسه بقى اللي احنا عايزينه، احنا عايزين الورق الأخضر بتاعه اللي هو عادة بيترمي. ليه ورق البنجر بالتحديد؟ لأن ورق البنجر ده هو الأغنى على الإطلاق بالبوتاسيوم، وما تخافوش من الكميات، البوتاسيوم معدن بنحتاج منه كميات كبيرة جدا، وكل ما زودنا مدخلنا من البوتاسيوم هنقدر نتخلص من احتباس السوائل. ورق بنجر كتير بقى على السلطة الفترة الجاية. طبعا البقدونس والكرفس كمان من اكتر الخضروات المعروف عنها قدرتها المذهلة على طرد السوائل الزيادة، لان هي طبعا بتدعم الكلى وبتنقي الجسم من السموم. حاجة كمان موجودة في كل بيت وبنستخدمها على طول في عمل الشوربة كأحد أنواع التوابل، وتستخدم كمان في تحويجات القهوة وحاجات زي كده، بس احنا ما نعرفش ان هي مهمة جدا جدا لطرد السوائل المحبوسة. حاجة دي هي الحبهان.
او اللي هو في الخليج ومعظم الدول العربيه بيتسمى الهيل، بس احنا في مصر طبعا نختلف عن الاخرون، تحب نتفزلك شويه فبنسميه حبهات. تعالوا بقى اقول لكم ازاي نعمل من الحاجات دي وصفه بسيطه جدا بس جباره، هتخلصنا من مشكله احتباس السوائل دي خالص. هقول لكم يلا. اول حاجه هنعملها بالليل قبل ما ننام، هنجيب 5 فصوص مثلا من الحبهان، نفتحهم، ناخد البذر اللي بيكون جواهم ده نحطه في كوبايه ميه صغيره ونسيبه منقوع من بالليل للصبح. اول ما نصحى الصبح هنغلي كوبايه ميه، بعد ما تغلي ونطفي عليها هنحط فيها بقدونس ونغطي عليها ونسيبها لحد ما تبرد. بردت خلاص، بقت في درجه حراره الغرفه كده، نبتدي نصفيها. شايل بقدونس بقى المنقوع اللي احنا اخدناه ده، هنحطه في الخلاط مع 3 أعواد كرفس مثلا وشويه من ورق البنجر، ونضربهم كويس جدا 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 في الخلاط، بعد كده نصفيهم. العصير اللي طلع ده هنضيف عليه كوبايه الميه الصغيره اللي احنا كنا ناقعين فيها بذور الحبهان من امبارح بالليل، ونشرب الخليط ده كله على الريق الصبح. ملحوظه مهمه جدا جدا، لازم نراعي شرب السوائل طول اليوم، لان الوصفه دي تعتبر مدر للبول، فلازم نشرب ميه باعتدال. طيب هل في حاجه تاني ممكن تساعد غير الوصفه دي؟ في نباتات طبيه كتير بتساعد على التخلص من السوائل المحبوسه، هقول لكم على افضل 2، ودول سهل جدا انتوا تلاقوهم في محلات العطاره في معظم البلدان العربيه للي بيحب يشتري من العطاره، او ده الخيار المتاح عنده يعني. اول نبته هي الدانديلاين او اسنان الاسد، او الاسم الاكثر شيوعا ليها جذور الهندباء، لكن الاسم المعروف اكتر ليها عند العطارين هو جذور الهندباء. طبعا فوائدها كتير جدا جدا، النبته دي مفيده للامعاء، بتعالج الامساك، بتعالج الام المفاصل، ورهيبه في التخلص من السوائل، فعاله جدا جدا. كمان مفيده لعلاج الدوالي طبعا، لان احتباس السوائل هو السبب اصلا اللي بيسبب الدوالي. الجرعه اليوميه من المستخلصات من 3 لـ4 جرام. المستخلصات طبعا موجوده في المكملات الغذائيه، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف او في اول كومنت تحت الفيديو. العشبه الثانيه هي عشبه ديل الحصان او الهورس تيل. العشبه دي اتكلمنا عنها في حلقه سابقه وشرحنا فوائدها بالتفصيل، هي تعتبر مضر للبول، لكن من اهم فوائدها كمان ان هي بتساعد على اعاده انبات الشعر وإطالة وتكثيف الشعر وتقوية الأظافر، لأن هي غنية جدا بمعدن السيليكا. فلو بتعاني كمان من تساقط الشعر أو عندك أي مشكلة في شعرك، يبقى أنصحك بالهورس تيل، برضو موجودة عند العطارين وموجودة كمان في المكملات الغذائية، وكل التفاصيل عنها موجودة في حلقة عشبة ديل الحصان. لازم وضروري لو احنا هنستخدم أي عشبة من دول نتأكد إن احنا بناخد كفايتنا من السوائل. لازم كمان ما ناخدهاش مع الأدوية المضرة للبول، اما الادويه اما الاعشاب، وانا طبعا انصح بالاعشاب اكيد، الطرق الطبيعيه افضل، الطرق الطبيعيه اكيد امن بكتير. لو احتباس السوائل في حالتك كان سبب زياده التوتر او ارتفاع الكورتيزول، او يعني كان السبب في كل ده ان احنا بناخد ادويه الكورتيزون، انصحكم تشوفوا حلقه ارتفاع الكورتيزول اللي هتظهر دلوقتي علشان نفهم مدى خطوره ده علينا وازاي نقدر نعالج المشكله دي برده بطرق طبيعيه. متنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة، سبسكرايب للقناة لو انتوا أول مرة تشوفوني، ولو في أي موضوع عايزين نتكلم فيه سيبوه لي في الكومنتس. أما الاستشارات فاللينك موجود في الديسكريبشن. أشوفكم الحلقة الجاية، باي باي.